رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة أدعوكم الاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم من جديد يوميا إن شاء الله. إذن اليوم جبت لكم وصفة رائعة، كعك بالجلجلان، يعني باش تشربوا به قهوة، يعني كعك يومي. وكذلك يعني بما أنه العيد الكبير عيد الأضحى المبارك على الأبواب، يعني كاين بزاف الناس مش راح دير الحلويات، يعني تكتفي فقط بحاجة خفيفة حلوة الطابع ولا غريبية ولا يعني حلويات غير مكلفة، لأنه يعني عيد الأضحى هو عيد يعني تاع كما نقولوا حنا يا بالدرجة تاعنا تاع اللحم. لكن أكيد راح نحتاجو إلى نوع من الحلوى باش تستقهوا صباح العيد، وكذلك يجيكم هكذا ضيف يعني تقدروا تحطوا له هاد النوع من الحلويات. بالنسبه للحلويات اللي حطيتهم هادو مودعين كامل، هادو درتهم للناس يعني كما نقولوا بنات اللي مخطوبات يجوهم ناس دارهم. كذلك انا كما نقولوا في شهر اوت يعني شهر الاعراس، يعني هذه كامل كانت طلبيات عن الناس. لكن بالنسبه للعيد انا هذه حلوه راح نديرها ليا، اللي هي كعك بالجلجلان، قهوة الصباح والمساء وكذلك قهوة يومية. بالنسبة لهذا الكعك واش راح نحتاج، هنا عندي 150 غرام تاع السكر الرطبة، 150 غرام تاع حليب البودرة، هنا عندي كذلك بالكاس بالكيل اللي كيلت به السكر هو اللي نكيل به الزيت، 150 غرام كذلك تاع الزبدة على غرفة حارة الغرفة. هنا عندي 3 حبات بيض حجم كبير، لكن حجم صغير لازم 4 حبات. هنا عندي عطر الفانيلا، وعندي هنايا 1.5 تاع الخميرة والفرينة على اليد. وهنا نحتاجو إلى الجلجلان للتزيين. حنبدأ بركة الله، بسم الله. أول شيء نبدأ بالزبدة، لان هنا نذوب الزبده باليد وهكذا، يعني كما راكم تشوفوا كميه صغيره 150 غرام باش يجينا فقط الكعك تاعنا طري. نضيف له السكر الناعم، نخلطه جيدا. من المستحسن يعني تستعملوا الباتور، يعني تخلطوا مليح حتى تشوفوا انه الزبده تاعكم يعني بياضت مع السكر هذاك. اخترت هذه النوعيه تاع الحلوى لانه كاين بزاف اخوات طلبوا مني حلوى تكون سابل كما نقولوا حنايا بالدرجه تاعنا في العيد. اذا هنا كما راكم تلاحظوا عندي زوج حبات بيض كاملين وصفر بيضه واحده، لانه البياض هذاك المتبقي راح هذا راح ندير به يعني الجلجلان، مش نسق به الجلجلان. اذا نخلط مليح البيض مع السكر والزبدة حتى تتجانس كامل المكونات. هنا راح نضيف الزيت هكذا ونخلط مليح. هنا
حنا راح نضيف الخميره الكيميائيه. غلطت في الاول، باش نقول لكم وحده وربع، قلت لكم وحده ونص، يعني 12 غرام تاع خميره الحلويات. نحطها يعني نخلطها مع حليب البودره. هذا الكيس الاول، وهنا نزيد ربع اللي هو 20 غرام، ونبدا نخلط جيدا. نضيف عطر الفانيلا، اللي يحب يدير جلجلان مطحون لازم يكون ابيض، تقدروا ديروا جلجلان. انا هنا نكتفي فقط ب هاد المكونات. اذا هنا نجيب الفرينه، بسم الله نبدا نفرغ غير بشويه حتى تتلملي العجينه. العجينه لازم تكون طريه، تجيكم تقريبا كيما عجينه الصابلي. نضمها فقط باصابع اليد، ما نعجنهاش، نضمها هكذا ونخليها في الثلاجه مده ساعه كامله ونرجع فيما بعد. اذا هنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي ساعه كامله، نبداو نخدمو دائما باستخدام كيس بلاستيكي. بسم الله، نحطها هكذا في كيس بلاستيكي وهكذا نضغط عليها هكذا من فوق، ومن بعد نبدا نفتح العجينه. بعد ما فتحت العجينه مليح، ما يعني ما نديرهاش رقيقه بزاف هكذا، نديرها شويه عاليه باسكو ماشي راح نلصقوها هذه فوق هذه، راح تجي على كوش وحده. نقطع بهذا السنسون نديرهم شويه كبار باش يجوني شابين. هنا راح نديرهم بالبوشونه، يعني تاع كوكا ولا قلعه سعيده، تقبوهم هكذا في الوسط هكذا. نفتح كامل العجينه تاعي ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. بقاو معنا. الان كي قطعتهم هكذا، نجيب هنا بياض البيض، ندهن كامل فوق الحلوه تاعي هكذا. نجيب الجلجلان ونبدا نرش هكذا من الفوق. اذا نكمل كامل الكميه اللي عندي ونرجع فيما بعد. بقاو معنا. اذا انا لما كملت الكعك تاعي كما راكم تلاحظوا، راح ندخلو لي فرن ساخن 170 درجة. نتلاقاو ان شاء الله لما يوجد الكعك تاعنا. بقاو معنا. اذا الكعك تاعي هنايا بعد ما طاب، هذا هو الشكل تاعو كما راكم تلاحظوا، يجي هشيش، يجي ما شاء الله، يجي مقرمش. هنا تحصلت تقريبا على 25 حبة بهذا الكمية، وكما راكم تلاحظوا يعني يجي يعني كبير شوية. انا درتو هنا كبير، كل واحد يديرو على حساب الشكل اللي يحب. دنا نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم نالت الاعجاب تاعكم، وإلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش علينا بشان بارطاجيو الفيديو، شاركوا به الاصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.